connected the charger. Now the actual cover. بس لقيت في الدجاجة راح اخليه بطاطا قليناها ملح وسبع بهار حطيت الدجاج اضيف عليهم سبع بهار فوق البطاطا الزيت اللي ضليت بيه البطاطا والدجاج اخذت من عنده شوي وراح اطبخ التمن به انزل التمن خلي عليه سبع بهار سرد عليه ما يسلق الدجاج بس يغلي نعطي النار بعد ما راح نحركها نشوفكم الشكل النهائي بعد المي بي راح نافه يعني بعطينا خمس دقائق ويستوي راح نافه هو والمي المتبقي نخليه فوق الدجاج مالك هسه نرجعه على النار على نار هادية كلش نخلي في الفويل نسكي على نار هادية خمس دقائق عشر دقائق ونرجع لكم راح ننزل بيه بصل احمر سبع بهار كشمش ما ينسرق هواي بس دقيقة ونطفي النار ونشيل حتى لا يحترق الكشمش فيها يعني. أكلة هي خلصت خلطة الكشمش